الاهلي زي ما بقول لحضراتكم مباراه امبارح كان فيها عدد كبير من اللعيبه اللي كانت يعني ما بتشاركش بشكل كبير. شفنا لعيب زي احمد الكندوسي بيلعب في وسط الملعب المدافع وادى اداء اكتر من رائع. شفنا قفشه بيظهر بشكل جيد، مش هقول شكل ممتاز، شكل جيد جدا، وخد مان اوف ذا ماتش. شفنا كمان يعني خالد عبد الفتاح بيلعب باك يمين مكان محمد هاني ولعيب مميز جدا ومكسب للنادي الاهلي. شفنا يعني الحقيقه عبد القادر كمان واحرز هدف اكتر من رائع، وكلنا امال ان احمد عبد القادر كمان يعود لمستواه. هو في الطريق عنده موهبه كبيره جدا جدا، لازم يستغلها بافضل اسلوب عشان يفيد نفسه ويفيد النادي الاهلي. دايما زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي يعني ما فيش حاجه عنده اسمها فريق اساسي وفريق احتياطي، يعني ما عندناش لغه البديل، وده الكلام البروفيشنال. يعني انا عشت يعني اكتر من 15 سنه ما فيش بره يقول لك اصل اللعيب ده احتياطي واللعيب ده اساسي، لا في تيم. ولما تسال اي مدير فني كبير عالمي هيقول لك ما عنديش، انا عندي السكواد، عندي 25 عندي 30 لعيب، ما عنديش حاجه اسمه لعيب اساسي ولعيب احتياطي. الجمله دي يا جماعه للاسف يعني لازم تتشال من قاموس الكره المصريه، وبتبدا من قطاع الناشئين، من الولاد الصغيرين يقول للمدير الفني يقول لك لا انا عندي لعيب اساسي ولعيب احتياطي. الكلام ده مش موجود ومش لازم يكون موجود حتى في ثقافه الولاد اللي تحت، ثقافه قطاع الناشئين الولاد الصغيرين. لازم يعرفوا ان احنا بنلعب تيم واحد، كل الفرقه السكواد كله تيم واحد، مفيش حاجة اسمها احتياطي وأساسي. في رؤية فنية للمدير الفني، في أدوار بتتوزع على الفريق بشكل كبير جدا، وياما شفنا أمثلة كثيرة جدا في بعض اللعيبة اللي يتقال عليها كان لاعب احتياطي وهو اللي بيحسم بطولة وبيحسم مباراة وبيحسم كاس وبيحسم دوري. فالأمور الحقيقة في النادي الأهلي ماشية بهذا المنوال، كولر بيتعامل مع سكواد كامل، بيتعامل مع أولويات هو شايفها من وجهة نظره الفنية، امتى قعد ده، امتى لاعب ده، امتى ده يعمل ريكفري، امتى ياخد اجازه، امتى ده يريح، امتى ده يلعب اكتر من مباراه ورا بعض حتى لو المستوى الفني ملوش مردود. كل دوت الحقيقه يعني وسائل يعني اداريه وعلميه وعلى مستوى الخبرات بتمثل في جهازنا الفني والاداري في النادي الاهلي.